ملوك الكرام أرسلني إلى الله. أولاً قبل كل شيء نود أن نشكر جمعية المقاولين الحي الصناعي الشطر الثاني امتازة بشخص رئيس بها السيدة فريدة الشيخ على المجهودات طبعاً على المجهودات اللي قامت بها الجمعية منذ إنشائها وهي جمعية بتية أمامها مجموعة من الإهانات على مستوى الحي الصناعي العصري وكذلك على مستوى مدينة سفر. نشكر كذلك الاتحاد العام مقاولة المغرب فاس دازا بشخص رئيس فرع السيد محمد برادة الخميس ولوفد المرافق له على تدية الدعوة. كما نقدم شكر خاص للمدير الجهوي وما يقال ابن البلد سي حميد يعقوبي على تفقدها على تنقل للتواصل معكم حول هذا اليوم الدراسي. نشكر كذلك جميع الحضور اللي نزدوا الدعوة ديال الحضور معنا في الإسخان. أولا نوضع الكلمة للسيدة فريدة بن الشيخ لإلقاء كلمتها في هذا اليوم. وشكرا.